الحاجة اللي هي كانت عامة رجة في مصر وفي العالم، اشتريت مرة من ورثة أحد كبار رجال الآثار مصحف مؤرخ سنة 70 هجرية، كتبه الصحابي الحسن البصري، مكتوب على رق بالخط الكوفي الجميل المذهب في منتهى الجمال، ودفعت فيه 70 جنيه، يسوى ملايين. درسته فقلت ده يعني ده النسخة الثانية، لأن أعرف لا يوجد غير نسخة واحدة في دار الكتب، فدي النسخة الثانية. بص إيدي الحمد لله يا رب. رحت أسأل عن النسخة الأولانية اللي أنا فاكرها موجودة في دار الكتب، قلت لهم عاوز رقم كذا، وده اتعمل في رسالة دكتوراه بتاعت الدكتور إبراهيم جمعة، وإبراهيم جمعة نشره في كتاب وادي الرقم بتاعه. جابوا لي الرقم، لقيته ان هو مصحف تاني من الدولة العثمانية. يا جماعة ده مصحف معروف. قال لك لا ما عندناش. اتصلت وقتها بوزير الثقافة العطيفي، قلت له يا سيادة الوزير المصحف بتاع الحسن البصري مفقود من عندكم. قال لي اديني نص ساعة واكلمك في البيت. كلمني الوزير قال لي لا انت بتقول كلام مش مظبوط، المصحف موجود عندنا. قلت له يا سيادة الوزير بعد نص ساعة هتلقى المصحف مسلمه لمدير أمن الجيزة. وقد تم هذا. ولد في القاهرة في شهر نوفمبر عام 1926. هو رجل متدين. هو باحث في البرديات الإسلامية. كان والده مديرا للبريد السوداني. سنة 83 توزعت الأراضي الصحراوية اللي حوالين المكان، فحصل وجود مشروع مياه جوفية. بدأت المياه الجوفية تزداد في هذه المنطقة. اليونسكو هددت بشيل منطقة أبو مينا من خريطة التراث العالمي. بدأوا يتعمل مشروع لهذا المكان بتكلفة من الحكومة المصرية قدرها 50 مليون جنيه. في سنة 59 جه قداسة البابا كيرلس السادس وبنى الدير الحديث اللي هو دير مريمين الحالي، وبدأ يعمل في الكاتدرائية الكبيرة، وبدأت الزوار تيجي في هذا الدير ويعيد ازدهار هذه المنطقة بالكامل كعصرها السابق. ومن ضمن هؤلاء الناس اللي بيجي يزوروا دير مريمينا الدكتور هنري أمين عوض. وهذا الرجل
ارسم الصليب واصلي انا في سري ولا الشمع. ادعيني معاك يا دكتور. لا بدعي للجميع. صورة للشهيد العظيم ماري جرجس صاحب المعجزات التي يؤمن بها كثير من المسيحيين. هنا أنبوب يحتوي على رفات الشهيد العظيم ماري جرجس. والحقيقة أنا معجزات وبركات ماري جرجس علي لا حصر لها ولا عدد. دكتور هنري أمين عوض باحث وطبيب، تمثل ما قاله العقاد من إن الله جبل شامخ الوصول إليه من دروب مختلفة فكانت الأديان. صباح الخير يا دكتور. صباح العسل. عايز أتكلم مع حضرتك من بداية الحكاية. عناية الاثنين. أنا أساساً طبيب أخصائي أمراض جلدية وتناسلية، وهوايتي عاشق لقراءة التاريخ وخصوصا التاريخ الإسلامي. ناس كتير قوي يقول لك اشمعنى الإسلامي، لأن التاريخ الإسلامي تاريخ متحرك، تلقي فيه أحداث تشدك، تلقي فيه دولة ماشية بوتيرة واحدة، دولة مماليك up and downs، صراعات. اللي بيأكد التاريخ أو ينفيه هو الآثار. على سبيل المثال، كان في دولة المماليك البرجية أحد المماليك، فناس بيقولوا حكم ما حكمش، لم توجد أي عملة لهذا المملوك، إلا العملة الوحيدة موجودة في العالم هي مجموعتي الخاصة والتي أهديتها إلى كلية الآثار جامعة القاهرة. المقريزي ده شيخ المؤرخين، مرات قال حاجة غلط، قال لك لا يوجد بمصر من الدراهم، الدراهم اللي هي العملات الفضية، سوى عملات من أيام الحاكم بأمر الله وهو أحد خلفاء الفاطميون. قلت له لا، تعالى يا مقريزي، هذا درهم ضرب بفسطاط مصر سنة 200 هجرية. اشمعنى التاريخ الاسلامي بالذات؟ يعني ليه مش التاريخ القبطي؟ في زي ما تقول فنون قبطيه، فانا ماليش في الفنون قوي، لانه هو كله الفن القبطي اكتر من الاثار القبطيه، هو ده المهم. ما اخدتش فرعوني ليه؟ لان اؤمن بلعنه الفراعنه. استفدت بقى من دراسه المخطوطات الطبيه، دي افادتني ان انا اعيد الى الماضي العلاجات اللي استعملها قدماء المصريين، استعملوها اليونان والرومان، واللي استعملوها في الطب الاسلامي. ابتديت اعمل وصفات كتيره جدا منها، فافادتني دراسه التاريخ والمخطوطات الطبيه في شغلتي. مجموعتي اساسا اكبر كميه تعود الى حضاره الفسطاط اللي هي العاصمه الاسلاميه الاولى في مصر، اتبنى سنة 21 هجرية. القائد كان عمرو ابن العاص. الفسطاط كان عبارة عن خرايب، كان في واحد مأجرها، ده كان صديقي، بيأجر ناس يهزوا الترابة عشان ياخدوا الطينة أو السبخ يسمدوا به الزراعة، فبيفضل في الغربال بعض الحاجات الأثرية. كان بعد ما يعمل الغربال يروح رامي الغربال. فرحت كم مرة هناك، لقيت في مجموعة من حاجات كده مصدية. هذه الحاجات المصدية دي طلعت المجموعة الوحيدة في العالم في الجراحة الإسلامية، لدرجة إن فرنسا طلبت في معرض بالمعارض، واليابان 12 قطعة من المعروضة تتعرض في فرنسا وتتعرض في اليابان. وجدت قطع إزاز كانوا بيسموه قعر الإزازة، عليها كتابات كوفية مبكرة تدل على أختام للمكاييل الزجاجية اللي كانوا بيعايروا بيها مفردات الأدوية والأغذية. لميت مجموعة كبيرة جدا تعتبر وثائق للأعشاب
والأغذية في فجر الإسلام بمصر. أهم بقى مجموعة عندي كان بيلقوا ورق ملفوف عامل زي ورق الموز. فكان بتقولوا إيه؟ قالوا لي بنلقى ورق الموز. بتعملوا بيه إيه؟ لما بحوز نشرب شاي بنولعه وبنشرب بيه. قلت لهم لا، ورق الموز ده أنا عاوزه. فلموا لي كمية كبيرة من ورق الموز، اتعلمت إزاي أفرده. طلعت أنظر مجموعة وثائق إسلامية من فجر الإسلام في مصر، البردية الوحيدة في تاريخ الطب في العالم، ما فيش غيرها، دي مجموعة الخاصة. أول عهد زواج في الإسلام 90 هجرية، ده مجموعة الخاصة. بعض البرديات تدل على الالتقاء الحضاري بين المسلمين والأقباط، اسمها بايلينجوال. بايلينجوال يعني ذات اللغتين. يدي الخليفة الأمر بالجزية كذا كذا كذا، كان الصراف واللي بياخد الخراج مسيحي ما يعرفش، بيكتب بالقبط الأسامي ويكتب، فكان اسمها بايلينجوال. يؤيد التآخي في الادمنستريشن بين المسلمين وبين الأقباط في هذا العالم. اللي أنا عاوز بقى يتعمل له دراسة حديث نبوي شريف لقيته في البخاري في مسلم، على ان سيدنا جبريل نزل على الرسول الكريم وقال له اقرا علي القران، وقراه النبي بمزيد السلام. حضرتك شايف ان مقتنيات الفسطاط دي ارخت للفتره دي؟ لقد اندثرت مدينه الفسطاط للاسف الشديد. العاصمه الاسلاميه الاولى لمصر تقريبا بقت كلها مباني خرسانيه، ملاهي، حديقه الفسطاط، في جوه حته صغيره بعض المباني للفسطاط. يعني في اي دوله من الدول اي عاصمه كان لازم عملوا عليها اسوار، ودي موجوده وما حدش، لان دي العاصمه الاسلاميه. فقد اندثرت الفسطاط. اللي مأرخ لها بقى الحمد لله هذه المجموعه. Hello, it's good to see you. Alhamdulillah, it's good to see you again, Dr. Henry. شفتكش بقالي كتير. عايزه اتكلم معاك عن كل حاجه في الفسطاط. هطلع الكتاب الاول ونشوفه. Shall we sit together and talk? نقعد سويا ونتكلم. الكتاب اللي عمله بروفيسور جيري بكرا من الكتب الرائعه التي حافظت على تراث الفسطاط. عارف ان الكتاب ده اخذ منه 8-9 سنين وشارك معاك العديد من العلماء. فهذا الكتاب يعتبر الدوكومنتس او الوثيقه التي تثبت ان الفسطاط العاصمه الاسلاميه الاولى لمصر كان لها حضاره خاصه، حضاره اسلاميه الروح مصريه الاصل. دي مجموعه من ادوات الجراحه. هنا هنلقى في مجموعه كبيره جدا من المشارط، مجموعه من الملاقط، مجموعه من ادوات الجراحه، في ابر جراحيه، في اصناف من المقصات. في المقص ده مهم جدا، ده بشاور ليه، لان ده موجود لاناء في الفسطاط، والاناء عند قدماء المصريين، والاناء مرسوم على معبد كوم أمبو في اللوحة بتاعت الأدوات الطبية. من أهم الحاجات اللي جت من الفسطاط وجبناها من الفسطاط ورثناها من الفسطاط المنسوجات، قطع من المنسوجات. أظهر في الكتاب دكتور هنري وأظهر في الكتاب ألوان ودقة عمل المنسوجات. مفيش حد قبل كده جمع الحاجات دي زي دكتور هنري، اول واحد جمع الحاجات دي. ومن اهم الحاجات دي الخرز اللي احنا اكتشفناه في الفسطاط واللي مجموعه اللي اهداها دكتور هنري. عندنا كمان حاجات بتدل على السياسه والسياسات الخارجيه والتعاون مع الدول الاخرى، فكان في خرز جاي من اوروبا، من الصين، من كل مكان، وده يدل برضو ان احنا ما بناخدش بس التاريخ الفسطاط من العماير والاماكن، بس كمان التاريخ الاقتصادي والسياسي للمكان وللوقت دوت في الفسطاط. دكتور هنري انا عايزه اشكرك جدا، مش بس عشان الكتاب دوت، بس الواقع انك اديت المجموعات بتاعتك لاماكن كتير، كتبت الاسكندريه، متحف فنون اسلامي في القاهره،
كلية الآثار جامعة القاهرة، لسوهاج جامعة سوهاج، لجامعات كتيرة. مصر والمصريين هيستمتعوا بكل المجموعة بتاعتك. انت صديق حميم جدا وصديق عزيز جدا، وانا عايز اشكرك جدا جدا ان انا اعرفك. الدكتور هنري امين عوض انا بعتبره قبطي عاشق للآثار الإسلامية. بدأت أتعرف بالدكتور هنري، بدأت أشوف اهتمامه بالعملة، لأنه إدى وتبرع بمجموعة خاصة كان بيملكها واداها للمجلس الأعلى للآثار. هو شخصية بعتقد شخصية فريدة من نوعها، إدى حياته كلها وعشقه للتراث الإسلامي وخاصة العملة. احنا فكرنا لازم يكون فيه متحف خاص بالعملة، يبقى اول متحف في التاريخ بيحكي تاريخ العملة من العصر اليونان الروماني حتى العصر الحديث. وبالتالي تكون مجموعة هنري أمين عوض هي مجموعة مهمة جدا بتظهر ازاي تلاحم الناس مع الآثار. ده عالم كبير جدا وراهب في علم الآثار الإسلامية، وأنا على هذا الأساس فكرت إن لازم يكون في مكان نكرم فيه هنري أمين عوض. أحب أثر إلى قلبي هو هذا الدرهم الفضي الذي ضرب بفسطاط مصر عام 200 هجرية، وهذا يعد حدثا في علم الآثار. أنا فكرت إن لازم مصر يبقى فيها متحف للطب وتاريخ الطب، واخترنا قصر السكاكيني لأنه بيعتبر مكان رائع جميل عشان نرمم هذا القصر ونعمل سيناريو نعرض فيه الجراحة على مر العصور، وأيضا الطب في العصر اليوناني الروماني والإسلامي والعصر الحديث.
كانت مكتبة الإسكندرية محببة إلى قلبي، فحاولت جاهدا أن أهدى لها ما تبقى لدي من أثار، واتصلت بالوزير الفنان فاروق حسني طالبا منه أن يساعدني في إهدائها إلى مكتبة الإسكندرية، واتصلت بالأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين الذي رحب، وأنا بكل فخر أني قد أهديت إلى مكتبة الإسكندرية الشامخة مجموعة من الآثار النادرة التي لا تقدر بثمن، وقد منحتني المكتبة درعها مرتين. من تقاليد مكتبة اسكندرية انها بتقيم في كل فترة احتفالية خاصة لأصحاب الإهداءات المتميزة. الشخص الوحيد اللي احتفي به احتفاليتين هو الدكتور هنري أمين عوض، لأن ما قدمه يتجاوز في أهميته المقتنيات نفسها من عملات نادرة أو من كتب نادرة وبعض النصوص المخطوطة باليد، وبالتالي كان ده بيدينا فرصة كبيرة للإشارة إلى ما قدمه هذا الرجل المصري الجميل الذي كان بجوارنا خطوة بخطوة أيام افتتحنا مكتبة الإسكندرية وساعدنا بما قدمه لنا من إهداءات. أنا معجب جدا بمتحف الحضارة لأنه يحكي حضارة مصر من قبل عصر التاريخ حتى عصرنا الحالي، واتفقت مع أستاذي وصديق الدكتور علي رضوان أن كل ما أمتلكه أو أهديته إلى متاحف الدولة المختلفة يتحط في متحف الحضارة، لأن متحف الحضارة أساسا معمول في الفسطاط ومجموعتي كلها أساسا من الفسطاط. جميع الأديان متشابهة، احنا اللي بوظنا الأديان. اغلب المتعصبين، يعني حضرتك شايف ان في متعصبين متعصبين ومسيحيين يمكن اكتر منهم، وده نتيجة جهل. وبفتكره كمان وبؤكد انه قل الدين، يعني يعني اللي يعرف دينه مظبوط لا يمكن ان يحارب احد الأديان الاخرى المنزل. ده بقاله قد ايه؟ خمس سنين. عملت له ايه لك؟ انا عملت له اول فيزا. لا كان حاجه مكرمشه وانت عاوز تفرتها، بفرتها انا مره الصبح الظهر بالليل لو ثلاث اربع مرات ما يفرقش، وده المرهم ده بالليل، واشوفها بعد شهر هتكون اتفردت. انا حاسس ان هو بيمثل مصر، وعشقه بيخلينا كلنا نقول تعظيم سلام لهنري أمين عوض. هذه الهواية قد أسعدتني، وأنا أعتبر أي إنسان ليس له أي هواية نافعة إنسان تعيس، لأن طبعا متاعب الشغل متاعب الحياة، لازم الواحد يلقى قناة يهرب فيها من الواقع، والواقع فيه حاجات كثيرة أوي متعبة. وهكذا تمضي رحلة حياة راهب الآثار الإسلامية، إنها تجربة عطاء.